سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى احوالكم طيبه ان شاء الله. نتمنى وليداتكم يما نصوب معكم واحد الحلوه ديالنا زوينه كتجي على شكل فقاس، تنديروا في وسطها شويه الكركاع، كتجي زوينه وهشيشه. نتمنى تعجبكم البنات. عندي هنايا واحد الزبده، نتوما واحد الزبده، واحد القبيصه ديال الملحه، عندي جوج كيسان سكر كلاصي، هنايا سكر ناعم، عندي كاس ونص زيت، عندي ثلاثة د البيضات، ثلاثة البيضات، تما هاد الكاطو، والكركاع ديالنا اللي تزين، هانتوما، هدا هو الكاطو ديالنا، بسم الله، الزبدة تكون على حرارة المطبخ، كيجي زوين البنات. نص كاس زيت باش نذوبوها، نص كاس هدا، مزالا نزيدو كاس، كتجي هاد الحلوة اقتصادية البنات، زوينة، وتتحط كمية زوينة، نتمناها تعجبكم، نتمنى لي عتشاف القناة ديالي، نتمنى لي يضغط على الجرس باش يوصل كل جديد ديالي. كاس اخر زيت، كاس اونس ديال الزيت، كاس البيضات فقط، كتجي الحلوة همية و كتجي هشيشة زوينة، كتولي بحال الطومادة هانتوما، المسدة ديالنا مزيان، نسقينا كامل حبة، نديرو البيض ديالنا. تما هاد الكاطو وحده هي 8 غرام البنات، والطحين على حساب الخليط، الطحين يكون من نوع جيد. حلوة اقتصادية هكا البنات، كتكون عندك الدار، مكتحتاجيش مكتحشمكش، كيجيك الدافع على الغفلة ولا هدا كتقيسها مكتحطي كويزدات زين.
وانتم معايا بين نجمه الحلوه ديالي، ونقول لكم شحال دخلت فيها ديال الدقيق. وانتم معايا البنات، العجينه ديالنا انتم من بعد ما جمعناها فنقسموها على بعض. هانتوما هانتوما كاين العجينه ديالنا، نحاول نديرو ديك هكا. مكنسقناش، نديرو شويه د الدقيق. شفتو الكركاع ديالنا هانتوما، الكركاع ديالنا نديرو هنا بالوسط. هانتوما نحاولو نضغطو عليه مزيان. بعد ما جمعت العجينة ديالي نتوما قطعتلكم هكا، جبات الشكل هذا نتوما كنحطها في اللاطة. تيجي هاد الكركاع في الوسط كيجي زويون. نتوما الشكل ديالها كي كيجي، نتمنى تعجبكم البنات، وكتجي زوينه واقتصاديه ما فيهاش شي حاجه كثيره. القطعه ديالها على شكل فقاس، وهكا غنستمر بعد ما ان شاء الله نكملها ونعرض عليكم. الفطيره ديالنا الاولى اللي كملت هانتوما كي كتجي الشكل ديالها. دابا ندخلها للفران، راني شاعله تيسخن. تديرها بلا ما تدهنوها البنات، لحقاش راه عندكم فيها زفته ولا عندكم كاغيط غذائي ديال اللاطاس ديروه. وهانتوما هانتوما معايا خوت، هانتوما البنات من بعد ما وجدت الحليوه ديالي هانتوما اللي كتجي راه كتجي غزاله. خرجت منها هاد الشكل وخرجت منها هاد المطبعه، نتمنى يعجبكم. هانتوما غير بالطبع كيجي على شكل وريضه، وغير قياس واحد وخرجنا منه جويجات. المهم نتمنى هادشي يعجبكم اللي كنصاوب لكم، تعطوني عليه تعليق زوينين وبصحه وراحه. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وما تنساونيش البنات بلايك لايك لايك لايك. وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.